جابوا سيرته في وسط موضوع، قلت اسمع، قلت يمكن احن تاني ويمكن ارجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت اركز، قالوا عايش عادي، قالوا كلامنا نرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أقرب من كلامه، خفت أمشي لا ياخدوا باله، ولو مشيت هيبان عليا، وأخاف أضعف يبان في عيني، يا أرض شقي قبل ما يبان اللي فيها، كان نفسي اهرب من كلامهم، خفت امشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا، وخاف لا ضعف يبان في عيني، يا ارض شقي وقفت حياتي كلها في اللحظة دي، وكأني تايهة ودنيتي